سيناريو، هل ممكن ان الدب دبليو اي تموت؟ لا، عطى حتى 40 سنه ما تموت. هي شركه الان ربحها بس السنه اللي طافت اكثر من ربحها في كل مسيرتها. يعني تخيل شركه الدب دبليو اي من تاسيسها لغايه هذا اليوم اكثر سنه ربحت فيها فلوس السنه اللي طافت. شركه بهالعمر لما الحين تربح فلوس بهذه الكميه معناته ان هي تزيد بالقوه. بس نتكلم شكل مالي، شكل حسابات اقتصاد. بس نجي على الدراما اللي صايره داخل ادارتها. ادارتها ليش دائما تحسون ان فيها لخبطه؟ ولما تقارنونها بالاي اي دبليو مثلا ولا تي ان اي اللي هي امباكت رسلنج الحين او جي سي دبليو بعد، تلقون كل اتحادات المصارعه، شركات المصارعه كلهم ادارتهم منسجمه اكثر من دب دبليو. ايش معنى؟ ليش الدب دبليو دائما متلخبطه؟ وهم فلوس. يعني الدب دبليو دائما مشاكل بالاداره بس دائما بالفلوس هي الاحسن. شلون مشاكل بالاداره وبالفلوس احسن؟ شلون؟ شنو تفسير هذا؟ تفسير هذا ان هي صارت شركه مطروحه للسوق العام او للاسهم، مطروحه للمساهمه العامه. يعني دخلت سوق البورصه، بمعنى اي واحد يقدر يساهم بالدب دبليو بفلوسه، فاصبحت شركه مدعومه من مساهمين من كل ارجاء امريكا. تمام، والمساهمين يربحون اذا الدب دبليو ربحت. فلما صارت شركه تربح وتربح الكل شالها ماليا. فالحين الناس يقولون والله مثلا توني خان ابو شاهد خان الباكستاني 9 بليون عنده، بليونير حرفيا وقاعد يزيد في الثراء، هذا ماليا اقوى من الدب دبليو بكبرها. اي بس ابو توني خان ما راح يحط كل فلوسه بالاي اي دبليو، واي اي دبليو مو نفس الدب دبليو، شركه مساهمه او شركه مفتوحه للمساهمه. اذا ماليا اللي تربح كفلوس فلوس انها شركه وتجيب فلوس الدب دبليو. فهي مهما لو تدنى مستواها مثل ما هو متدني جدا الان، قصص سخيفه كل شويه اصابه، كودي انصاب، راندي اورتن الوحيد اللي كان مصبر الجيل الاتيتود ايرا وكذا على المحتوى الحالي راح ما اخذ اجازه، الحين ما تدري ايش كثر بيبقى، بس يطلع عليهم جون سينا يسير ويمشي يشرب شاي ويمشي. زين بروك ليزنر بعد نفس الشيء. فيعني خلصت الدب دبليو. اللي يشوف الدب دبليو يقارنها مثلا في عزها في التسعينات ولا في الألفين أول الألفين يقول هذه أبد شركة منهارة وعطها سنة سنتين تسكر خلاص. لا مستحيل. ليش؟ أولا هي حرفيا عالمية، وهذا اللي تفتقره شركات كثيرة، منهم الشركات اللي باسمهم في حرف الدبليو اللي يعني العالم world. مثلا الحين World Championship Wrestling WCW عالمية، تتعاون مع شركات حول العالم وتبيع منتجها على محطات ساتلايتات حول العالم. Diamond WCW والWWE العمالقة الاثنين نظرتهم دائما عالمية. AEW ترى أفقهم ضيق جدا جدا، تركيزهم على السوق المحلي وبس. الWWE تتفوق على باقي الشركات ان هي مشيوله من كل دول العالم، كل العالم تشيلها. ابسط مثال تطبيق الشاهد. تطبيق الشاهد شروا حقوق اللي يسمونها مينا، يعني ميدل ايست ونورث افريكا. تطبيق الدب دبليو صار كله يشتغل على الشاهد. فانت بتشوف تطبيق الدب دبليو، قبل انا كنت انزل تطبيق الدب دبليو بتليفوني واشترك واشوف كل ارشيف الدب دبليو.
الحين لما ادش على التطبيق يطلع لي لوجو شاهد في بطن تطبيق دبليو دبليو ومكتوب انه شاهد از ذا نيو هوم فور دبليو دبليو. يعني ادفع فلوس على الشاهد للشاهد زين علشان تشوف الدب دبليو. شنو معناته؟ معناته دب دبليو فريق تسويق ذكي يجي على كل منطقه ويخلي المنطقه نفسها تشيله. هذا التفكير الذكي. يعني الان الدب دبليو دخلت في قلب السوق الالكتروني انجاز التعبير في الوطن العربي اللي هو تطبيق الشاهد اقوى شيء. وفي قلب هذا السوق قالت تفضلوا اشتروا الحقوق وخلوا كل اللي محملين هالتطبيق يشوفونا من خلالكم انتم. ترى خطوة قوية جدا هذه جدا. ترى نفس الشيء مسوين هذه الحركة بالهند حق التطبيقات اللي بالهند وفي باكستان. السوق الهندي والباكستاني بروحه يقدر يشيل الدب دب اي 50 سنة قدام لو كل العالم تخلى عن الدب دب اي. بس الهند. عرفتم ليش قاعدين يجيبون نجوم هنود وإلا يجيب لك كاركتر هندي؟ لازم تلقى الكاركتر الهندي لا يخلو من منتج دب دب اي إلا يطلعوا لك هندي ما بين فترة وفترة. لازم يطلع هندي. ليه؟ لأن السوق الهندي جبار. عندك السوق اللاتين أمريكي الأمريكي أمريكا الجنوبية من طبعا راي ميستيريو هو اللي شاير راية في هذا الشيء. كل اللاتين أمريكان يحبون منتج دب دب اي لأن يحسون أنه في أحد يمثلهم في الدب دب دب اي وراح يفوز. فهذيل كمية من البشر أنت ما تتخيل. فالدب دب اي قوتها هي نظرتها العالمية. هوب ممكن تقول والله الاي اي دبليو فيها شخصيات عالمية والدليل أنه سووا هذا الأتلانتيك أول أتلانتيك تشامبيونشيب هذا حزام الأطلس الأطلنطي. هذا أحسن شيء سوته الاي اي دبليو في مواجهة الدب دبليو. هذه الخطوة اللي توها الحين صارت هي الخطة الجادة اللي اتخذتها الاي اي دبليو هذه كتسويق. هل هي متأخرة جدا؟ لا، لأنها شركة جديدة اي اي دبليو. ولكن هم لا يزال السوق الاي اي دبليو مهمل تماما العالم. مخلي كل شيء على تطبيق الفايت وبس. على العالم تطبيق فايت وانتهينا. هذا غلط. هذا شيء يعني يعتبر متأخر جدا. ليه؟ طيب ليش غلط؟ لأن الفايت هذا مو معروف على مستوى العالم. إذن شنو الحل؟ الحل إن كل إقليم أو قارة تشوف أقوى تطبيق عندها وتحط سوقك بقلبه. نفس حركة الدب دب اي مع شاهد. هذا اندل على شيء شدل عليه ان الاي اي دبليو مو قاعدة تدرس السوق الخارجي. تفكيرها مو على السوق الخارجي. هم بس على اليابان. اليابان اليابان اليابان. والدليل انه يعني المصارعة اللي سووها او الايفنت البيبر فيو توها صارت هذه فوربيدن دور اللي هي شركة اليابانية والأمريكية AEW ما هزت العالم. هزت العالم ترى. في ناس يقول لا والله هذه حالة يعني هذه حادثة تاريخية إن شركة يابانية بكبرها ضد شركة أمريكية بكبرها. ماشي، بس هل كل العالم صار يتكلم عنها؟ تخيلوا لو هذا الشيء صار في الدب دب إيه، كيف الدب دب إيه راح تسوق هذا الحدث؟ راح تخلي اللي ما يعرف المصارعة يدري عن هالشيء. فالاي اي دبليو جدا مسوقة مقصرة في تسويقها بشكل مو طبيعي. الدب دبليو بالعكس هي الان من حيث التسويق من حيث الاخراج، لان في ناس كثار ترى ينسون محتوى المصارعة هو مطابق لمحتوى المسلسلات. فالتصوير هو اخطر واهم شيء. تصوير الدب دبليو البرودكشن تيم او يعني فريق الانتاج كذا، لما تشوف بس 3 دقائق فيديو من الدب دبليو
وتقارنه 3 دقائق من فيديو من الاي دبليو، تقول ان دبليو دبليو كانك تشوف فيلم هوليوود. يعني الزوم، الزاويه اللي يصورون فيها المصارعين، تحس انه كانه تصوير دراما. فالتصوير جدا ذكي. شلون التصوير جدا ذكي؟ يعني مثلا فريق تاك تيم، فريق 2 ضد 2، واحد سوى الحركه القاضيه على الخصم وطاح على الارض وقام يثبته، والحكم قال 1 2، الزوم يكون على المصارعين الاثنين اللي على الارض، يبعد عينك عن المصارع الثالث اللي راح يكسر التثبيته. فلما يدخل المصارع الثالث يكسر التثبيته تنصدم، لان الكاميرا ما خلتك تشوف المصارع الثالث هذا جاي ولا مو جاي، تخليك تقول جاء ولا ما جاء، جاء ولا ما جاء، تخليك في حاله من التشويق. اول ما يجي يضربهم يسوي زوم اوت سريع، تحس انه كنا اكشن، يعني كنا فيلم اكشن صار. هذا الفرق. يعني تصوير اي اي دبليو كانك تشوف مسرحيه، الكاميرا ما عليها تركيز دقيق. تصوير دبليو دبليو اي كانك تشوف فيلم هوليوود. فالدبليو دبليو اي متقدمه عن الاي اي دبليو، وعندها خبره طويله جدا. ونقطه يمكن الناس يهملونها، التاريخ. الدبليو دبليو اي اسمها مرادف للمصارعه. بمعنى انا الحين لما اقول لك مشروبات غازيه، بيبسي، كوكاكولا، بس هذين صاروا يعني شركات وصلوا الى يعني ذروه من النجاح التسويقي، الا ان اسمهم اصبح مرادف للشيء اللي يبيعونه. يعني مثلا لجو النكسون، هذا شنو هذا دب دبي، هذا طالع، هذا شايف روحه جون سينا. صار بين الناس يتطنزون اذا شافوا سينا يتهاوشون في الشارع، خف علينا يا جون سينا. شوف النكت انه هذا مثل جون سينا. جون سينا مصارع من دب دبي اللي انتجت شخصيته، صقلت شخصيته وخيطت نسيج شخصيته بالملي، هي الدب دبي، هي اللي صنعت شخصية جون سينا اللي الحين هو في سينما هوليوود وإلى آخره، حرفيا في هوليوود. نفس الشيء دروك اللي صنعته هي صناعة الدب دبي. يعني هو منتج، تقدر تقول لو هو كان آلة كان عليه ختم دب دبي، لأن يعني كل الكاركتر ماله ستايل الدب دبي. فالدب دبي تنتج شيء يبقى في ذاكرة الناس، هي تحرص على أنه يخلد الشيء اللي هي تقدمه في عقول الناس. المنديل، الناس يقولون يا كلينكس يا فاين، هذه الشركات نقشت في عقول الناس خلاص. فالمصارعة ما حد يقول والله شنو هذا اي دبليو، ولا يقول شنو هذا كيني اوميجا. ما يعني الا اللي يشوفون مصارعه يشوفون مصارعه يلقطون، بس كل الناس يعرفون منو جون سينا، كل الناس. ليه؟ لان الدب دبليو اي تسويقها جبار، وقاعدتها الجماهيريه يعني من اكثر من 50 سنه، اكثر من 60 سنه، ترى قديمه الدب دبليو اي، هي اسمها القديم كان WWF World Wide Wrestling Federation، World Wide بعد، مو بس World وخلاص. فكانت ولا زالت يعني في حالة من الامتداد والتوسع، وهذا المخيف في الدب دبي، على رداءة محتواها الحالي، على سوء كتابها، على سخافة اللي يقدمون. الصراحة في أشياء كثيرة، وهي الأشياء الأغلب خايسة خايسة، هم ينجحون والناس كلهم يبون. فالدب دبي إن استمرت في رداءة محتواها، والجمهور في حالة من الغضب المستمر والسخط عليها، مثل ما صار في رويال رامبل اللي طاف، رسومينيا هالسنة عدلوا في أمور كثيرة، يعني صراحة شالوا الليلة صراحة في رسومينيا، شالوا الدنيا فعلا. بس باقي الكل معفن إلا هلا نسأل كودي ضد سيث رولنز. بس المهم
فالدبدبي جمهورها محبط، جمهورها لا يعتبده من محتواها، ولكن ما همها ولا راح يشكل لها خطر، لأنها كشركات متحدة في بطنها وفوقها وتحتها، هي الآن لو شو يصير ما تنتهي. يعني هي كأنها، أنا أشبهها هذا التشبيه كأنها الإمبراطورية الرومانية في آخر 100 سنة، بحالة من الفشل، في حالة من الخيبة، بس جيل جيلين بعدين يلحقون على موتتها. فهي أنا أشوف كشركة في حالة متهالكة في جودة المصارعة والقصص، إيه، بس إداريا وماليا قاعدة تزيد بالقوة أصلا. فالاحتمال اللي المتوقع يعني على السيناريو موت الدبدبي، السيناريو الوحيد لموت الدبدبي، وهذا اللي أختم فيه التسجيل، السيناريو الوحيد لموت الدبدبي ما هو من موت فينس ماكمان. لأن في ناس يظنون أنه والله إذا فينس ماكمان مات ماتت الدبدبي، لا، أكبر دليل على ذلك أنه هو في 10 سنين الأخيرة هو اللي مخرب الدبدبي أصلا، واللي عافس الدنيا هو اللي مأذيهم، والمساهمين وناس داخل إدارة الدبدبي مثل خان، واحد ثاني اسمه خان بعد، مو توني خان، غير خان ثاني، هم اللي شايلين الدنيا. وفي احتمال كبير ان يبيعون الشركة بكبرها، شركة الدبدبي عاد كلها تنباع تنباع. يعني شلون احنا فهمنا سالفة انها في مساهمين يساهمون في شركة الدبدبي، حلو، شركة يشيلونها مساهمين، ماشي، هذا شيء مقبول، بس تنباع هي بكبرها؟ إيه، ممكن أن تنباع هي بكبرها وكل أرشيفها وكل حقوقها وكل دنيتها 100%، كلها تنباع. طيب من اللي بيشتريها؟ ديزني، ما غيرها، ديزني، ميكي ماوس، ديزني هي اللي بالعة الدنيا كلها، ديزني بالعة ستار وورز، ديزني بالعة مارفل، اللي أكثر أرباح أفلام في تاريخ البشرية، في تاريخ البشرية لا يوجد شيء تم إنتاجه في تاريخ البشرية وطلع فلوس كثر ما طلع ديزني من أفلام الأفنجرز. لا يوجد شيء في التاريخ البشري طلع فلوس لما أنتجته مثل هذا. تيجي تقول والله النفط طلع فلوس، طلع النفط فلوس لما باعوه مرة مرتين، هذا أنا أقول في الإنتاج الواحد، أول ما أنتجوا الأفنجرز، أفنجرز إند جيم، الأفنجرز، أفلام الأفنجرز كلها، بس الاند جيم هو اللي كان اقوى، هذا او اند جيم، عفوا اند جيم ولا جيمز، المهم هذا هو الاقوى في التاريخ. طيب مارفل كانت تسوي افلام، كانت تسوي فيلم بليد وفاشل في زمنه، كان شوي بس خرطي كارباح، هين يعني، هين مقارنه في الجيل اللي حواليه يعني، هو ونفس الشيء دير دبل كان ولا شيء. يوم شرت ديزني شرت مارفل، الأفلامها طارت في السماء فوق. فديزني بالفعل رغم أني أنا أكرهها من شركة تروج للشذوذ وهذا، أنا بس أتكلم واقع، أنا أتكلم واقع، إحنا نتكلم يعني مجرد فهم الأسوقة والعالم الإنتاج الفني والترفيهي، أتكلم كواقع بس، أنا ماني مع مع ديزني، أنا وما راح أقول أنا لاني معه ولا ضد، لا أنا ضد ديزني، أنا أكرهها، بلى أنا أكرهها، أنا فعلا أكرهها والله، ولكن الحق يقال، لازم تنصف حتى عدوك. ديزني إذا شرت الدبدبي راح تطيرها بالسما فوق، راح تخلي القصص تجنن وتهبل، راح تكسر كل شركات المصارعة، لأن ما كان في التاريخ شركة مصارعة تملكها ديزني. ديزني ولا مرة بحياته ترى ملكت شركة مصارعة، والمصارعة عبارة عن مسرح ذكوري، رغم أنه في مصارعين بنات أوكي، بس هم أنا أعتبره مسرح ذكوري لأنه عنف. فديزني
تمتلك شركة مصارعة؟ شيء ما صار في التاريخ. وشنو راح تسوي؟ يعني راح يكون الإنتاج جبار أكثر وأكثر، القصص راح تكون أعظم، وميزانية الـWWE راح تتضاعف أكثر مما هي عليه الآن. شنو معنى هذا الكلام؟ ما راح يمرون في أي أزمة إن يقولون والله هذا المصارع يبي فلوس أكثر مما يستحق، مستحيل. هذا واحد. اثنين، بيفتحون شركات أو اتحادات في بطنها، في بطن الـWWE نفسها حول العالم، بتصير في تفرعات، نفس ما في تفرع NXT الأمريكي والNXT البريطاني NXT UK. راح يكون في NXT مكسيكو ممكن، وممكن راح يكون NXT كندا، وNXT WWE رسمي أصلي الهند. إذا صار هذا الشيء الـWWE راح يزيد عمرها 100 سنة قدام، خلاص راح تكون حالها حال كوكاكولا، حالها حال كنتاكي. مات اللي مسوي كنتاكي وأفرع، لما الحين تزيد وتقوى. تكلم واقع. فالـWWE إذا تبون الواقع، الواقع ما راح تموت حتى يعني 40 سنة. واحتمال، احتمال إن شرتها ديزني، إن شرتها ديزني 100 سنة قدام مهي ميتة خلاص. والجودة الـWWE كجودة ما راح تقل بالمستقبل، إنما راح تزيد. لا راح بنس مكمان راح تزيد، هذا مما لا شك فيه. فممكن هذا الفيديو الحين دقدق مشاعر جمهور الـWWE، ولكن هذا هو الواقع، هو الواقع. طيب، ومستقبل AEW، مستقبل AEW أعتقد أنه راح يبين، أكيد 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 يبين 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 خلال بس سنتين من الآن. يعني تقدر تقول إحنا الحين 22، تقدر تقول في نهاية 24، في نهاية 24 راح يبين مستقبل AEW. إن كانت AEW على نفس مستواها الحالي راح تستمر، وراح تحتاج لها 30 سنة علشان فعلا تواجه الـWWE النت بالنت. ولكن هي من الآن تنتصر على الـWWE في شيء اللي يسمونه الهارد كور فانز، أو يعني الجمهور اللي يكونون أوفياء بالشدة. قوة وفاء جمهور AEW أكبر من قوة وفاء الـWWE. ليش؟ لأن الـWWE نرد على سالفة العالمية، تطلع أو تتطلع للعالمية ولكل فئات الأعمار ولكل فئات الناس. فعلشان كذي الـWWE دائما كلامها آمن أكثر في البرومو وكذا، ما يحبون يروح محل شعار أي أحد. AEW لا، عادي يسبون الديانات عادي عندهم، مثل ما ميرو سب الذات الإلهية وسب يعني بطريقة معتقدات الكاثوليك. هذا شيء غبي غبي، انت ان شاء الله حادك. منو اللي سوى نفس الحركة هذه؟ ترى ريفن في الECW سوى نفس الحركة هذه لما جاب توني دريمر وصلبه، حطه بصليب وصلبه. منو اللي كان معاهم هذيك الليلة؟ كورت انجل. يوم شافهم يسوون هالشيء طلع وراح للـWWE. يعني الأغبية ECW مع حبي لهم، الأغبية وريفن ترى ما فهمهم انه بيسوي هالشيء، هو فجأة من نفسه سوى هالشيء، وهق حتى بول هيمن، وهق شركة الECW، وعقبها سوى اعتذار رسمي وجاء ريفن واعتذروا. حركة كانت حيل غبية. هذه الحركة بحد ذاتها من تاريخ الECW نحشت كورت انجل. تخيل كورت انجل لو كان في الECW ما طلع، كان كورت انجل بروحه شال الECW كلها على ظهره هو، كان صار يعادل RVD. RVD شال الECW على ظهره. ليه؟ لان RVD هو من القلائل في الECW اللي جسمه رياضي يا اخي. الباقين سكيرة ومخدرات وكروش وأجسام وأجسام رياضية جد والله، نتكلم باقية. والكارديو هذا يبين في طول نفس المصارع،
في المباراة نفسها. يعني ساندمان يطق بالعصا وراح يطيح يتخدر، وراح يمشي لخطوتين ويفح يتعب، ما له خلق، مو رياضي. تومي ها تومي اكثر يعني مرونه، بس ار بي دي مو علشان انه يتشقلب وكذي، انما جسمه صحي، هم هو وراي حشيش بس جسمه صحي اكثر، شال الاي سي دبليو على ظهره هو يا جيري لين، لان تحس انه يقنعونك انهم مصارعين مصارعين مصارعين، ولان ستون ده. بس كورت انجل، اوه لو كورت انجل كان هو موجود، تخيل كورت انجل في عز شبابه ضد ار في دي في عز شبابه، ولا كورت انجل ضد تاز، ثيناتهم في عز شبابهم وفي الاي سي دبليو. متى صارت مباراة كورت انجل ضد تاز؟ لما كورت انجل كان بدا يصير نجم في الدب دب اي، ولا واحد فاز عليه، وتم له فتره ما حد فاز عليه، كان يجي تاز للدب دب اي وفاز على كورت انجل في اول مباراه له، فاول واحد هزم كورت انجل في التاريخ ترى تاز. بس متى سوى هالشيء؟ سوى بس بالدب دب اي، لما تاز زهق من اي سي دبليو، لما قابلوه قالوا ليش تركت اي سي دبليو، قال حرفيا انا مليت. فالاي اي دبليو ممكن تقع في نفس هذا الشيء اللي وقعت فيه الاي سي دبليو، اللي هو شنو؟ عندنا جمهور له نكهه معينه، له ستايل معين، وما يبي ان احنا نخرج من هالستايل. وانا صاحب الشركه بول هيمن ولا توني خان، احاول ان انا دائما ارضيهم على هذا الستايل، فبالتالي حتى المصارعين اللي في بطن شركتي يزعلون ينفرون. وفي نفس الوقت يعني ما عندي ذاك التنوع. توني خان بدون أدنى شك إن أكثر ذكاء وجدية من بول هيمن بدون أدنى شك، وعنده موسوعية في عالم المصارعة أكثر، ولكن الجمهور ترى ما يبي بس برو رسلينج، يبي مصارع مصارع وبس، ترى هم يبي انترتينمنت، يبي ترفيه. فهني دب دب إيه تغلب كل شركات المصارعة، إن هي بصراحة تعلن تقول إحنا انترتينمنت، إحنا ترفيه، إحنا مو مصارع مصارع، إحنا ترفيه. فالدب دب إيه تركز على الترفيه أكثر أكثر من المصارع نفسه، فتجيب قاعدة جماهيرية أكثر، فتربح أكثر، فتستمر أكثر، هذا الواقع يعني. فيعني تكون المصارعة هي الأداة للتعبير عن قصة، مو ان احنا صج نبي نصارع، لان اول تالي انتم مو مصارعين صج. اوكي، فهذه مجرد فضفضة بسيطة قلت اشارككم اياها، واحب اني اسمع رايكم يا احبابي. والحين استاذنكم بروح المطبخ بسوي لي ميلك شيك. تشاو.